مشاهدينا الكرام، في جولتنا الامنيه كده مثل معاكم متواصلين فيها، اللي من اليوم من خلال حلقتنا نبي نبين الوضع الامني بصفه عامه داخل مدينه المرج. حاليا قاعدين في حضره سياده العقيد وهبي انور الرخ، هو رئيس قسم الدوريات والتمركزات الامنيه. سياده العقيد، وش يقول لك؟ ربطكم صحه وموفقين باذن الله تعالى. تسلم. معك العقيد وهبي انور الرخ، المساعد للشؤون الامنيه ورئيس قسم الدوريات والتمركزات الامنيه المرج. صح. أول شيء، واحنا معروف ان عن المرج بشكل عام دائما فضل الله عز وجل ان الامن والامان موجود فيها يعني بقوه الحمد لله. لو نقدر توصف لنا بشكل عام بدايه طبيعه الوضع الامني داخل مدينه المرج. اولا بالنسبه فيما يخص الامن داخل المدينه، نحن بفضل الله وفضل رجال هذه المدينه وقياداتها، يعني الحمد لله متواصلين لمستوى عالي في الامن. ما عندناش أشياء يعني جرائم بمجهولة ضد مجهول، ما عندناش مشاكل أمنية، طبعا اختراقات أمنية. فالمدينة تسع بثقة كاملة لدى ناسها على المستوى الأمني، يعني لا يوجد تنافر، التعامل إيجابي ما بين المواطن ورجل الأمن. رجل الأمن مؤدي عمله في هذه المدينة على أحسن ما يرام، فالشيء هذا هو اللي ثبت القبضة الأمنية داخل المدينة. هو طبعا ما يكمل الشغل رجل أمن في البلاد إلا ما يكون في تعاون مع المواطنين. فلو تقدر توصفنا، هل المواطن في تعاون مستمر ولا في بعض المشاكل بينهم؟ نحن مع المواطن في تعاون مستمر، ما في ما نقول لك بدرجة 100%، ولكن في ناس خارج على القانون، في ناس شاذة ولكن لا تذكر النسبة. ولكن حتى لو طلع الربيع يعني كويسه اكثر من بنسبه 98%، يعني لا شيء لا يذكر قلت له. ولكن حتى لو طلع الشاذ هذا وهو خارج عن القانون، فيرد على القانون ويرد على الغطاء الاجتماعي، وهذين كلهن يعني عندنا الناس هنا بعد حاجه عند الدوله يرفع الغطاء الاجتماعي. فتلقى الناس يقول لك لا، اللي عند الامن اللي عند الجيش خط حمر. الجمع لها اليوم من قسم النجدة بمدينة أمن المرج، وشرم مع بعضنا التعليمات الصارمة من مدير قسم النجدة، وأن الطرق التي تبقى الشباب في تعاملهم داخل مدينة. حاليا الشباب يجب على أبوة الاستعداد للانطلاق داخل شوارع مدينة المرج وبسط أمن بالأمان. كابتن حمد القماط، اليوم نعيش مع بعضنا أجواء أروع ما يكون أمنية من داخل مدينة المرج. حاليا حيكون توزيعهم على جميع الاماكن المخصصه، وكان على البوابات او على المفارق او على اي مكان حيكون فيه عملهم. نحن حاليا هم توكلوا على الله، راح باذن الله تعالى حنكون معاكم بكاميرتنا حنجول معهم داخل المدينه. شكرا كرام، وصلنا لاول جولتنا الامنيه اليوم، بدينا في اول تمركز امني واول استيقاف امني. اكيد حنحكي مع بعضنا مع فندي وهبي، حيحكي لنا. السلام عليكم الحاج مرحبتين، شباب صحه طيب، اخبارك؟ ربي يعطيك الصحه ان شاء الله. طبعا تحيه لرجال المرور ورب يعطيكم الصحه، وانتم اكثر ناس اتعب في الصقع في الحام وفي الشمس 24 ساعه قاعدين مستخفين، فرب يعطيكم الصحه ان شاء الله. الله يسلمك. والله كمل احكي لي كيف شايف الوضع الامني في مدينه مرج؟ كان انت راجل مرور ما شاء الله، قاعد 24 ساعه في الشارع، تعامل المواطنين معاكم كيف شايف؟ والله بنسات على الوضع الامني داخل مدينه المرج من 2011 و2012 ووضع الامني 100%. لم تسجل اي اختراق امني في مدينه المرج. لا ممكن في الاعلام نشوف فيه عمره ما تطرقوا للقصه هذه. المدينه الوحيده اختراق امني لا يمكن فيها اختراق امني. جميع الاجهزه تخدم، المرور، النجده، البحث الجنائي، التمركزات الامنيه، جميع الاجهزه تخدم. والمواطن احكي لك يعني بصدق في متجاوبين وفي بعض مش متجاوبين. لكن احنا تو حاليا نطبقوا في القانون نفس قانون من قبل. نفس الشيء، مخالفات. مخالفة المواطن معاه كان في شنو؟ مرات تمسك، مرات تفتش عليه ونفس الشارع يقول لك حوشي قريب انا وقصه ونات. لكن احنا على وراك يقول لك بدي حوشي قريب انا، لكن القانون نطبقه فيه مخالفات فوريه. حتى تو كنت ندير مخالفه تو، كنا دايرين حمله تفتيش ندفع مخالفات فوريه. تاخذوا اول شيء المفترق الشيل،
مفترق الشيء. على الجزيرة بس وصلنا لها ومن الجزيرة الكوبري. في جولتنا ما زلنا معاكم مستمرين في تحيتنا الاولى والاخيره اكيد اليوم لرجال المرور اللي قاعدين معانا في سداد تام لتلبيه نداء الواجب وهو امن وامان بلادنا وبسط الامن داخل مدينه المرج. اول شيء نقول لكم ربي يعطيكم الصحه موفقين وتحيه لكل رجال المرور اللي معنا اليوم. مرحبتين مرحبتين عقيد طارق محمود العسبي رئيس قسم مرور وترخيص المرج. ربي يعطيكم الصحه سالمك موفقين ان شاء الله ورب يكون في عونكم. الله يبارك فيك الله يبارك. طبعا احنا في اطار خطه امنيه طواري 100% في احداث ليبيا ان شاء الله تحرر باذن الله تعالى. من اكثر المشاكل تواجه فيك في قسم مرور داخل مدينه المرج عدم وعي وثقافه المواطن، هذه اكثر اذاكر من ناحيه تسجيل السيارات، من ناحيه حزام الامان، من ناحيه اعطاء السيارات لصغار السن، هذه اكثر المشاكل اللي تواجه فينا. الدخول ممنوع، عدم ثقافه المواطن، هذه اكثر حاجه تواجه فينا. اما على الاسف في بعض الناس نسوا ان القياده فن وذوق واخلاق، والموضوع الاخلاق عندنا نحن وموضوع الذوق بالذات احنا عندنا لوم كبير جدا على ولي الامر اللي يخلي فلوده الصغير هو اللي يسوق السياره او العيل الصغير. فاحنا حكينا في استقاف ثاني مع احد رجال المرور على هالموضوع، فانتم كاداره مرور كيف الحل الجذري اللي باش ننهوا هالموضوع ان ما عادش خلوا العيال الصغار يسوقوا السيارات؟ الحل الجذري حملات التفتيش والاحاله للنيابه العامه. لكن المواطن هذا شنو يقول؟ يقول السياره هذه واخذها مني بدون علمي. هذه اغلب حاجه تواجه فينا وهو يعطيها له، لكن لما يحس ان السياره تبي تصادر وتحل النيابه العامه يقول هذه خذا مني السياره بدون علمي. العيل اللي ناقف يسوق يسوق مع امه او مع احد من هلا، احنا قبلتنا بدري يا ريتني صورناه، لكن سرق العيل بسرعه. العيل صغير مش باين من الدمان وجنبه والدته يسوق. فالناحيه هذه لو طاح بين ايديكم شنو يكون الحل؟ انا نتخذ فيهم فزرة، الغالب نتخذ فيهم فزرة، نحيلوا فيهم من النيابه، النيابه عندها نظره، في نيابه مرور. كلها هي ممكن ثقافه كيف ما انت قلت. ان شاء الله هي كيف نرجع ونقول لك الموضوع هذا يرجع للتوعيه. راهو الموضوع هذا المواطن خضع الفوضى، وباش ترد للمسار يبي زمن ويبي شده في القانون. فهذينا كل يبن زمن، لكن انما داو قال لك المصنع اللوحات يخدم، الخامه كتيبات فيه، كل شيء، ولكن يبي توعية من المواطن عبر المنابر والإذاعات المسموعة والمرئية، وبعدها نبدأ في المخالفات ونبدأ في حجز السيارات، وعندنا حجز إداري وحجز يعني في إجراءات وقبل النيابة كل الذين، وبعدين إذا تأزم الأمر نحول على النيابة العامة. ولا نبي تو تسمع العقيد توفيق رئيس وحدة السير ضابط حركة السير حيحكي لك على عندي. توفيق شخبارك؟ تمام والله سلمك. هو حركة السير في المرج مش صعبة والله، تقدر تقول هيك مش صعبه، لكن في صعوبات تواجه فينا في مختنقات وقت الضوء اللي من الساعه 12 والوقت اللي توه كيف توه تو يعني تبدا الزحمه عندنا. ليش؟ لان الناس تطلع من اللي تتغدى وقيل وجو سنه بيطلع عادي بعد يبغى الجو يطلع وتقعد عندنا اختناق عارف عند 10 و11 وبعدها الامور جدا طبيعيه ما شاء الله. مين انت اليوم نصيحتك لكل من يسوق في سياره داخل مدينه مرج او في ليبيا؟ انا ولي الامر بالنسبه للعيال الصغار ننصح ولي الامر بانه عارف يلتزم بيش بشرط المرور. السنه القانونيه يدير له رخصه، الحمد لله حتى الرخصه ما فيهاش تعب، يجي في وقت ياخذها في نفس الوقت باجراء امتحان وياخذني. بالنسبه لصغار السن كما قال لك الفندي طارق، نحن في اجراءات نتبعوا فيه نسحبوا منهم المستندات، كان مع والدته ولا مع مثلا عائله ولا نسحبوا المستندات ونقول له خلي والدك يجي. لما يجي والده يقول والله انك كنت مقيد واخذها بدون اذن، فهمت كيف؟ وبالنسبه للحملات التفتيشيه هذه قايمين به لان جيش انت وعلم الفندي وابي وتقريبا اسبوعيا قايمين بحملات تفتيش على ازاله الازاز المعتم وعلى تسجيل المركبات، وان شاء الله نقولوا للمتابعين يعني خلال شهر بالكثير ان شاء الله تكون المرج امنه من ناحيه الاجراءات المروريه. وتوا فيه يعني فيه اقبال من المواطن من ناحيه التسجيل ومن ناحيه مجراته. ربي يعطيكم الصحه ان شاء الله، بارك الله فيكم. هذه كانت في الاصلاح الزراعي في المشروع الزراعي مخزنه غادي، فطبعا بعد درنا الجزيره وقلنا شنو نحطوا فيها، افكار كثرت، واحد قال طياره واحد قال دبابه. طبعا مدينه المرج مدينه زراعيه،
وتشتهر بالزراعة. فرأينا من الأفضل أن هذه التاريخية، وفي الوقت هذا يقال أن كان الماكينتين كيف هذه يحرث في المنطقة، ممكن يعني ما نقدرش نقول لك برقة أو لكن يقولوا أن كان الماكينتين هذين. فقاعد جوا فدرناها كمعلم تاريخي تذكاري يدل على الزراعة ويدل على عراقة المدينة من ناحية زراعية، وأن المدينة من يعني شوف النوع الماكينة هذه يعني في السابق شين كان، يعني شو كان في حجمه وشين شكل السائق متاعها وشنو. فنحن شريت أبو يوم زمان أي، فنحن حبينا أن يكون المظهر للمدينة كنصب تذكاري للمدينة اللي هو الماكينة الآلة هذا، وإن شاء الله كله يكون في ميزان الحسنات، إن شاء الله تكون يعني في إرضاء الجميع هذا بإذن الله. مشاهدينا الكرام، جولتنا اليوم تطلب من الجولات الجميلة وجديات، لأن أهل المرج اليوم كان لهم دور كبير جدا في بسط أمن وأمان داخل مدينة المرج. والأكيد الأمن عبارة عن صورة متكاملة ما بين رجل الأمن ما بين المواطن. واليوم المرج ما شاء الله متزينة بسيارات الشرطة المديرية، بسيارات البحث الجنائي وسيارات التدخل والتوقيت الأمنية، أجواء أروع ما يكون. هخليك بكلمة محمد القماطي تعيش شوية أجواء رائعة في كاميرتنا داخل مدينة المرج. هذا موقع نحن نديره الرئيسي لوسط البلاد، وسط البلاد ايوه، لان كباري وكباري مزدوجه وكل يعني طريقه السير فيهن صعبه شويه. للعلم فيه النظافه ويد باستمرار، لو ما فيهنش نظافه مش حتلقى بالصوره هذه. انت شوف الارض منبسطه ما فيهاش عشبه، ولكن هذه نظافه لا تذكر، يعني مع الزمن حتلقى مختفي. وزواق والاناره شوف الكشافات اشتغلت، يعني فيه متابعة، ولكن أنت عارف إمكانيات الدولة وحتى البلديات مغلوب على أمرهن، ما فيش تسويل، ما فيش أنت نظافة مش سهلة. طبعاً حنخش وسط المدينة، إحنا توا قلنا في من برا وصلنا للمدخل، ونشوف مع بعضنا جمال مدينة المرج من داخل وسط البلد. يلا خلينا. مشاهدينا الكرام، في جولتنا احنا عارفين المرج يوم بعد يوم في اجواء اروع ما يكون في جمال المدينه. فندي وهبي، لو نحكي على النصب التذكاري هذا شو الموضوع؟ هذا نصب فوق لو كان في هيسي هي تفضل. هذا طبعا النصب التذكاري لمدينه المرج للشهداء الكرامه. فطبعا فتره السابقه انت عندك كنت عميد البلديه، فكث يعني حاولنا ان نديروا شيء يشهدوا لنا الابرار، شيء يذكر فيه داخل مدينه المرج. أن نحن في أحد مفترقات وسط المدينة، يعتبر مفترق المسجد الكبير مسجد أبي بكر الصديق. هذا المفترق ظاهي طبعا تتناوب عليه قسم النجدة وقسم المرور. طبعا كيف ما عطيتك المعلومية السابقة من 8 إلى 8 المرور، وبعدين تستلم النجدة من 8 إلى 8 في الصبح ضمن المفترقات اللي عطيت لك. فهذا رئيس قسم النجدة المقدم مجدي سنفاز
يحكي لك على احداثيات هذا المفترق وكيف طبيعه العمل. مجدي ربي يعطيك الصحه وموفقين باذن الله. الله يسلمك ويبارك فيك. تحكي لنا عمل النجده من ضمن التمركزات الامنيه داخل مدينه مارش. بسم الله. طبعا قسم النجده من الساعات الاولى في الصباح يتم تلقي البلاغات الفوريه من الغرفه الامنيه تابعة مديرية أمن المارج، وفي عمل متواصل وهو الخروج على الفترة الصباحية على المدارس اللي هي فيها امتحانات الثانوية والإعدادية، مراحل التعليم الأساسي بالكامل، وكذلك المعاهد والكليات والجامعات، وتأمين الاجتماعات بصفة عامة. كذلك يتم تلقي البلاغات الفورية في ما يتعلق بالغرفة الأمنية في الخروج لأقدر الله الحريق، لأقدر الله مساعدة الدفاع المدني، المراكز والأقسام، المساعدة الفورية بجميع أقسامها. كذلك يقوم قسم النجدة بالخروج من الساعة 8 مساء حتى 8 صباحا بالتعاون مع الأقسام المنتشرة داخل المدينة بشان تأمين ما يقارب عن 8 أو 9 مفترقات مداخل ومخارج المدينة بصفة عامة. يعطيكم الصحة إن شاء الله. وأكيد إحنا كما قال بدي فندي واحد، إحنا كلنا هدفنا واحد، وبسط أمن داخل مدينة مارج واللي بعامته، سواء كنا النجدة أو المرور أو الشرطة أو التمركزات، كلنا الهدف واحد. فاليوم نصيحتك توصلها لكل المواطنين داخل مدينة مارج في موضوع الأمني داخل مدينة مارج. نبو رسالة واحدة أن المواطن يتحمل ويشيل معنا العبرة وعبء كبير بصفة عامة على ليبيا وكذلك مدينة المرج. إن شاء الله يحفظنا ويحفظكم الله. المرج لا بد المواطن أن يساعدنا في التعاون وإبلاغ على المعلومات الأولية وإبلاغ على أي شيء خطير يعد جريمة من أجل حفاظا على الأمن وحفاظا على المواطن بصفة عامة. حاليا قاعدين في بوابه المدخل الجنوبي لمدينه المرج. نعم. نحن طبعا كفرع اداره المرج عقدنا اجتماع مع السيد الفريق رئيس الاركان عبد الرازق النذوري، ونقول له ربي يوفقك من هم المكلف بها. انسب الينا مدخل جنوبي لمدينه المرج، وفعلا الفور كان فرع المرج في اوجه المهمه، والحمد لله طيبين باعمالنا. شايفين انتم البوابه، شايفين الاعضاء، شايفين الدوريات. عندي بوابة المدخل الجنوبي، وعندي أيضا بوابة الباكور، استلمت بوابتين اللي هو المدخل الغربي والمدخل الجنوبي لمدينة المرج، وقاعدين في عملنا والحمد لله. ربي بإذن الله نقول وفقنا، لأن على حقنا احنا يعني الحمد لله. يعني نرسل رسالة واحدة بهالمناسبة فندي، أنت عارف فيه يوم الرسالة هذه موجهة أنا الرئيس فرع الأمن المركزي تجورة. في يوم طلع عرفت بالله الرئيس الفرع اللي هو رئيس الفرع وأدلى بدله في 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 القيادة العامة. نحن كمنتسبي هالإدارة نبنا نقول له راهو الكلام مردود عليك، خليك في تعليماتك أنت مع الباشا آغا متاعك والله أردوغان، والله أنا مش عارف الكلام اللي وصل وشفت على شاشة التلفزيون ما يحملناش نحن كأعضاء من هالإدارة بأي صلة. يعني بالعكس نحن قاعدين مع أعضاء شرطة عسكرية، وشايفين نحن من أول يوم في عملية الكرامة وخاصة في مدينة المرج يد بيد أعضاء شرطة عسكرية قاعدين في الميدان معنا كبوابة طبعا مشتركة من شرطة عسكرية واستخبارات وأمن داخلي ودعم. يعني مدينة المرج الحمد لله القالب الصحيح للأجهزة الأمنية داخل المؤسسة العسكرية الحمد لله. يعطيكم الصحة موفقين، وأنتم عملكم واضح في البلاد. خلي من يقول أنت واثق من شغلك الحمد لله وعارف وطنيتك. والحمد لله.
ربي يقدرك ويحميك يا ربي. احنا اللي بنوصلها طبعا نحن ذكرنا الاجهزه الامنيه والتناسب والمداخل وكل مدخل تمسكه، فطبعا نحن ما ننساش رجال القوات المسلحه الموجودين معنا على البوابات اللي هم الشرطه العسكريه، فطبعا نظرا لان البوابات يمر عليهم سيارات عسكريه والمدينه المرج تعتبر منطقه فيها معسكرات وفيها قوات جيش، فطبعا حبينا في كل المداخل يكونوا معنا الشرطه العسكريه، فطبعا المدخل الغربي موجودين الشرطه العسكريه، المدخل الجنوبي في الشرطه العسكريه، الشرقي في الشرطه العسكريه، الغربي نفس القصه، فجميع البوابات المتمركزه على مداخل ومخارج مدينه توجد بها الاجهزه الامنيه والادارات العامه والقوات المسلحه اللي على راسهم واللي يمثلوا فيهم في البوابات الشرطه العسكريه، فحتى هم ما ننسوهمش، ورانا كلنا يعني كلنا يد واحده وكلنا مكملين لبعضنا، ولا يمكن الامن يتوافر بجهاز او باداره او بجهه معينه، لا يتكاثف الامن الا بالجميع، جميع فكل اختصاصه، ولكن ملمين بعضنا مكملين بعضنا في العمل الميداني، فنشكر الجميع ونشكركم انتم ونشكر القوات المسلحه ونشكر رجال الشرطه العسكريه على البوابات، وبارك الله فيكم. فندي وهبي، ختام حلقتنا اليوم نحب نشكرك على دعمك وتأمينك لحلقتنا اليوم وتوفير سبل الراحة في برنامجنا، فكلمة خيرك اليوم تختم بها لقاء المبارك. طبعا اللي بنقوله بنشكر قناتكم الموقرة قناة الحدث على هذه جولة بداخل مدينة المرج، وانا اللي بنوصل لكم، انتم تو شفتوا زيارة ميدانية وشفتوا حالة الأمن والأمان داخل المدينة، شفتوا المواطن كيف دوا معكم، كيف يشكر في حالة الاستتباب، عدم الجريمة، فنحن رسالة بنوصلها للناس الخارجة على القانون، الناس اللي تستهين بالمدينة، الناس اللي بنحب نوصل لهم رسالة أن المرج مدينة الأمن والأمان المرج فيها توافق بين الأجهزة الأمنية بالكامل، المديرية بالكامل، توافق مع الإدارات مع الهيئات، يد واحدة يد حديدية، فهذا اللي بنوصلها لكم، واللي نتمناه من المواطنين التعاون، لأن الإبلاغ على الفوري عن أي شيء مشبوه هو من راحته هو، لما المواطن يتعاون مع رجل الأمن فهنا يستتب الأمن، ولكن رجل الأمن نفسه يعني مش حيوفر، يلا كان وفر 60% من الأمن، ولكن الأمن لا يكتمل إلا بالمواطن، ونحب نشكر الشعب المرجاوي أبناء مدينة المرج على تعاونهم الأمني، على تفاعلهم مع الأمن، إبلاغهم جميع الأجهزة سواء مديرية سواء داخلي سواء خارجي، فكانوا في الموعد، وهذا شيء يدل على الوعي داخل المدينة، والمدينة ليست أرض خصبة للخارجين على القانون، فنحن هذه مدينتنا ونحن اللي نحموها ونحن اللي نبدوها بالجنود وبالرجال المشغولين وبأبنائها بالكامل، سواء رجال أمن سواء مواطنين سواء رجال سواء نساء سواء كبار سواء أطفال، وسلامتكم، وهذا آخر شيء أنا نقول لكم، ورب يحفظ مدينتنا ويحفظ ليبيا ككل. بارك الله فيك، رب المغيب، بارك الله فيك، شكرا، بارك الله فيك. تحياتنا كده لفندي باب الرخ، وتحية لكل رجال الأمن داخل مدينة المرج. صدق اليوم جولة رائعة جدا جولنا بيك يا كرام، وشفتوا اليوم الوضع الأمني كيف ما هو على أرض الواقع. تحية كبيرة لكل رجال الأمن بجميع فئاتهم بجميع تصنيفاتهم، تحية لكل رجال الشرطة، تحية للمواطن داخل مدينة المرج اللي كان له دور كبير في أمن وأمان هذه المدينة الحبيبة. من داخل مدينة المرج نقولوا شكرا لأهل المرج على حسن الاستقبال والضيافة، شكرا لرجال الأمن في مدينة المرج، وشكرا لكل من يدعم أمن وأمان البلاد. في الختام كما محمد القماطي وبكر العقيلي شاركت تحييكم، يحفظ الله بلادنا، يحفظ الله وطننا، والسلام عليكم. We'll be right back.